التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب صاحب السمو الأمير ألبير الثاني أمير إمارة موناكو، وذلك في نادي اليخوت بموناكو. نعم، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. ونقل سمو الشيخ ناصر بن حمد تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته الإمارة موناكو دوام التقدم والازدهار، وإلى صاحب السمو الأمير ألبير الثاني. وبحث سموه مع أمير موناكو سبل التعاون والتنسيق في عدد من المجالات، خاصة في مجال تطوير وتنظيم المرافق والموانئ البحرية على الشكل الذي يخدم حركة سير السفن واليخوت ويسهم في تطوير حركة النقل البحري ويعزز من الجهود لتنفيذ المشاريع التي تنعكس إيجابا على إنشاء نافذة رقمية لليخوت بما يدعم حركة السياحة في المملكة. وقد جرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وإمارة موناكو تهدف إلى استقطاب نادي موناكو لليخوت في مجال تطوير وتنظيم المرافق واليخوت البحرية. ورحب سموه بتوقيع مذكرة التفاهم التي سيكون لها دور كبير في جعل مملكة البحرين مركزا للمرافق واليخوت نظرا لما يمتلكه نادي موناكو لليخوت من خبرة واسعة في هذا المجال، مشيرا سموه إلى أن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة في مجال تطوير المرافق واليخوت مما يخدم تنفيذ المشاريع النوعية في مجال السياحة والمساهمة في الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتنويع مصادر الدخل والاستثمار في المقومات السياحية وبالتالي خلق فرص العمل النوعية لأبناء البحرين.